استقطب فيديو لطفل في الثانية من عمره يدعى تيتوس أكثر من 7 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب بسبب موهبته اللافتة في رياضة كرة السلة التي يعني من قبل كان قد عرض فيديو له، ولكن هذه المرة بشكل مختلف. أقول إن الطفل الأمريكي الذي وصف بالمعجزة يستطيع تسجيل النقاط من مختلف الجهات والمسافات، ويتمتع بمهارات عالية تماثل مهارات اللاعبين المحترفين. فهل سيكون خليفة أسطورة كرة السلة مايكل جوردن؟